طبعا فارس والله شايش اسال والله اني داري ان الروس مشوشه. صلوا على النبي. ابو غربي كنا نتكلم انا وياه قبل امس او زي كذا صح عن الاصلاح بين الناس. يا سلام. فقال كلام جميل فودنا نسمعه منه. يتفضل ونتشارك جميعا. الله يسعد. الاصلاح بين الناس طبعا لا قلنا بين الناس على طول تتخيل الناس اللي حولك، لكن احنا اليوم بنتكلم عن نخصص الموضوع كبير. وش اللي صار؟ بنخصص الشيء المنتشر اللي هو المشاكل اللي صايره داخل العائله. حلو يا جماعه الخير، اخوان يتقاطعون 5 و10 سنين على وش؟ على قطعه ارض ولا عنز ولا مهاوشه بزران. اقسم بالله. يقول دكتور ابراهيم الفقي رحمه الله عليه، هذا شخص استمعت له كثير وقرأت له كثير، يقول كنت في محاضرة في مونتريال الظاهر بالانجليزي طبعا ما ادري وش لغتهم، يقول تكلمت عن موقف صار انه في اخوان بمزرعة واحدة وبيوتهم متقابلة وتخاصموا على الارض وعلى الورث وكذا. المهم يقول واحد منهم جاب نجار، قال ابن لي زي الجدار بيني وبين اخوي، ما ابغى اشوف حتى بيته، ما ابغى يوم اطلع اشوفنا او اصادفه، خلاص قطيعه كامله، ونجز لي العمل هذا باسرع وقت، انا بطلع اليوم ابجي نهايه اليوم او ابجي بكره. المهم وش سوى هذا بسرعه وهو عماله زي كذا؟ وش سوى؟ بنى جسر من باب اخوه البابه. ما هو عازل يعني. ايوه، بدل ما يبني الجسر هذا حط جسر. فهم فهم القصه، فراح هذا الاخ مع اخوه والتقوا على الجسر. خلاص طبعا مجرد انك يعني هو الشيء اللي بينهم شيطان، فمجرد انهم التقوا كل واحد حضن اخوه وكل واحد بدا يتنازل وبدا يضحي. الاخ الاكبر يقول انا ظلمتك واخذت حقك وكذا، الأخ الأصغر يقول أنت بمكانة أبوي الله يرحمه، والعكس وأنت كنت تداريني وأنا صغير، وذاك يقول أنا بعطيك من مالي. فصار في لقاء. إيه، فقال يقول قصة القصة هذه حتى لو كانت رمزية، يقول القصة هذه، يقول رفعت واحدة من الحضور يدها، قالت يا دكتور أنا صار لي 10 سنوات متخاصمة أنا وأبوي، والله في زمننا هذا أقسم بالله يا بعض الحريم أنها متخاصمة مع أبوها ولا مع أمها، والله العلي العظيم، وعند زوجها ولا مبتعدة، قاطعتهم حتى بالاتصال حتى لو أخطأوا. المهم فقال أنا بس أبقولك كلام بدون كلام ديني ولا كلام أخلاقي ولا كلام أي شيء، أبقولك سؤال واحد. قال تفضل. قال طبعا بلهجته، قال ما وحشكيش يعني ما اشتقتي له؟ يقول على طول ضربت من عينها دمعه، قالت اي والله اشتقت. قال طيب الان في المحاضره تروحين تتصلين عليه؟ قالت يسد الخط بوجهي. قال اتصلي مره ومرتين وثلاثه، اتصلي يلا اطلعي ولا تجين الا اللي انت متصله عليه. المهم فشوي جته وهي تبكي بزياده، وش اللي صار؟ قالت اتصلت فيه شاش راسي، واول شيء قال لي قال اشتقت لك يا بنتي. اخذ هذا وكلم، قال تعال. يقول التقوا بنفس المحاضرة اللي أنا فيها، شوف المشكلة والحل بنفس المحاضرة. التقوا وما بقى أحد من الجمهور إلا بك. فيها المشكلة وين؟ هي شيطان. كل واحد منهم ما يبغى يتنازل. فإذا أنت زعلان من أخوك أو متقاطع أنت وياه أو من ابن عمك أو من صلة رحمك قبل أصدقائك، رح له بس. واحد منهم من المتخاصمين يروح له، طيب ما تقدر تروح له؟ اكتب له رسالة. أذكر مرة سويت موضوعات في السناب قبل رمضان، قلت أي شخص متخاصم معاه، لأن الكتابة أسهل من الكلام واللقاء، قلت اكتب له رسالة. لا تقول من غلطان، خلاص ما عاد في شيء اسمه غلطان. في سنة سنتين 3 سنوات احنا متواصلين مع بعض، الأعمال ترفع الاثنين والخميس المتخاصمين، ما ترفع أعمالهم، وما يجوز للشخص أن يقطع أخي أكثر من فوق ثلاث أيام. فما بالك بصلة رحمك، فما بالك بأمك وأبوك، فما بالك بإخوانك، عليه أنه يصلهم. إيه، فدائما
في في حل المشاكل هذه خاطب عقل عقل الشخص وقل له اكتب رسالة وارسلها. أنا آسف بغض النظر عن الموقف، أنا أتأسف وأطلب وصالك مو لشيء لأجل رضا الله سبحانه وتعالى. الدنيا ما تسوى. دائما إذا كان عندي طالبين متخاصمين في طريقة حل سهلة جدا والله، قبل ما أنصحهم أجيهم قدام بعض، قدام الصف أجيهم قدام بعض أقول التقوا مع بعض، التقوا مع بعض، أقول ناظر زميلك، بس مجرد نظراتك له سبحان الله يذوب كل شيء على طول، يما يبتسمون ولا خلاص تحس إن أنت الأشياء اللي بينهم طاح الحطب اللي بينهم، بعدها يتصالحون والدنيا بسيطة. أو تذكر الشخص ذا، تذكر بعقلك الباطن أن الشخص ذا جتك رسالة منه أنه متوفي. وإذا تبي تصلح بين شخص جربوها، إذا تصلح بين شخصين فارس وسعود متخاصمين حلو، أنا بدخل بينهم وش أسوي؟ أرسل رسالة الفارس، طبعا في الإصلاح يجوز حتى الكذب في الإصلاح، أرسل رسالة الفارس أقول سعود يطلبك الحل. تخيل أنت الشخص اللي متخاصم معه مهما كان، إذا حقدت عليه وأنت ميت أنت راجع نفسك، أنت ممكن ما تنتمي للبشر. بس مجرد أن يقولك الشخص مات مهما أساء لك، ترى إحنا ما نتكلم من الغلطان، شرط من الغلطان هذه كبيرة، لكن دائما استغل أن تصلح مع الشخص اللي أمامك. لو جت رسالة يا فارس مهما كان مسيلك أكيد خلى بس تفكر، انتظر إلين يرد عليك أو ينصدم، قلت طيب هذه كانت بس تجربة أنه ممكن شيء يصير بكرة، شعور. سامح أخوك قبل ما يموت. في تصافى القلوب. في قصة أب، معليش يا مخلد، في قصة أب عندنا متزاعل مع اثنين من أبنائه وطاردهم من فترة. المهم اثنين ذولا كل واحد راح يشوف حياته ووضعه، واحد منهم كان كدادة يوصل من مكة للجن، طبعا في فترة الزعل ما كان يشوف أبوه خاصمة ذي، يمكن يزور أمه وكذا. أحد الأبناء واحد منهم وهو جاي من مكة جاء عليه حادث وكان معه ركاب وتوفوا. يعني أنا متأكد أن الولد هذا له فترة ما شاف أبوه، ومع ذلك لا زال الأب مستمر مقاطع الثاني. يعني شوف فين وصلت درجة القسوة هذه، أنه يقاطع يعني شيء من رحم. أن الله عز وجل قال للرحم وين هي الرحم؟ فيه هذا مكانك مني. أي نعم، من وصلك وصلت، ومن قطعك قطعته. نعم. والرسول عليه السلام ايش قال؟ ليس الواصل بالمكافئ، معنى الحديث ليس الواصل بالمكافئ، ايوه، لكن من هو الواصل؟ من اذا قطعوا رحمه وصلهم. يعني انت صلني صلة رحمي وانا اوصلك، اوكي هذه صلة رحم، لكن ما انت اللي ماخذ صلة الرحم على رسوله، متى صلة الرحم؟ طبعا ليش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اعلم باحوالنا، يدري دائما الارحام تصير بينه مشادات، وترى طبيعي بعض المشاكل تعرض علي، لا انت لو عرفت اهلي، لا 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 الناس كلهم كذا، كل كذا نحن موجودين تلقى بين فخذنا الصغير ولا بين عوائلنا كل المشاكل هذه موجوده، ايوه بين الاخوان، والشيطان ينزغ، فما في احد احسن من احد، لا يغرك من المظاهر، الناس كلها سواسيه في هذا الامر، لكن الواصل منه إذا قطعوا رحمه وصلهم. تقطعني وأوصلك، وحتى تصل لو تصل معاك قل أنت مثلا إذا أنت مرة إنسان سيء قل صح أنك أخطيت علي وكذا، لكن أنا مجبر عشان أرضي الله سبحانه وتعالى. أنا الموضوع سبحان الله كلمت أبو محمد عبد الكريم الحربي أساس أضبط فيه مشهد، لأن صراحة هي رسالة، قطع الرحم فيه حقوق، فيه خراب بيوت، فيه يصير فيه طلاق، يعني اثنين تهاوشوا تدخل الثالث ويطلق، وش علاقة كل موضوع أنت؟ طيب اثنين تهاوشوا، هذا يطلق من هنا، هذا يطلق من هنا، أعرف بيوت أعرف بيوت طلق فيها ثلاث وأربع بسبب مشاكل بين اثنين، نسايب وأرحام. فالكلمة أنا ما أعيد على كلام أبو غربي لأنه جاب تقريبا الفكرة كاملة، الله يجزاه خير ولا قصر، لكن الفكرة أن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر إذا خاصم فجر، إيش معنى إذا خاصم فجر؟ يعني يفجر في الخصام، يعني ينقطع عنه سنة سنتين ثلاث أربع، تحسب سنين يموت بأي لحظة أنت عنده، والله أني وقفت على موقف عند مغسلة الموتى، أن في رجل يا جماعة أخينا قطع وجهه تقطيعه وجالس يمسك وجهه الميت من قرابته، يقول أنا كنت أتمنى اللحظة اللي قابله فيها بمناسبة قابله شيء أبغى أحاول أتعاطف معاه أبغى أحاول أميل له، يقول ما صادفته
ما جت اللحظة لين مات لين وقفوا على جنازته. وهذا يمكن أكبر يعني هذا كيف حصل شيء تأثيري في النفس إنك تقول لفلان يا أخي تخيل إنه يتوفى خويك فعلاً يقول والله أنت راضي يقول أتمنى إنه يرجع والله لو يحط الله يكرمكم من عرفه قراسي ما والله افتح فم والله لو يسوي لو يسوي لو يسوي أقولك لا هو كم إن الموت يفرق ليش تخسر الناس إذا الله عز وجل تعهد لها وقس أقسم الله قال والله لا أقطع عنا من قطعك يوقف على الصراط صلة الرحم واقف على الصراط لا تكلم عن صلة الرحم بس أي واحد يتخانق هو واحد ما يدري وش له من حقوق عنده مثل ما قال واحد من الشباب ذاك اليوم القرناء بالمسجد القرناء تأخذ حقها من اللي ما هي قرناء أو الشاة اللي ما هي قرناء تأخذ حق الحيوانات يا الله راح يعدل بينها فتغانم الوقت الآن في أحد بينك وبينه شيء أصلحها الآن مدامك حي مدام فيه نفس كفيت وفيت ملعب مات عنده تعليق نبغى نتذكر كلام الرسول في الحديث صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي انصحني بحاجة وكذا قال لا تغضب لا تغضب أنا أشوف إنه أغلب المشاكل الشيء أو الشيء الموافق في كل المشاكل هذه اللي هي الغضب لو واحد بس هدى شوي وشال الغضب تفكر مشكلتنا إحنا مشكلتنا يعني وقت الغضب اتخاذ قرارات هذا من الغضب أنا أشوف إنه نسترجع الموضوع هذا الغضب 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 وإذا كان في غضب حتى الشيخ صالح المغامس يقول لا تبالغ بالخصومة انتبه تبالغ بالخصومة أيوه يعني بعض الناس وأنا أقدم لهم تحية تصير بيني ومشكلة أنا وأخوي ممتاز أخوي ظلمني فيها أنا ظلمت فيها ممكن تصل بيننا إلى المحاكم طيب مو معناته أننا نتقاطع خلاص هذا حق بيني وبينك هذا اللي يسمونه لا تبالغ بالخصومة معكم يصير بيننا علاقة؟ والله أنا أتمنى أن يكون في واحد في أحد في أعلم كانك في أحد القرى قرية قريب جنبنا معروف القصة هذه عندنا كان عيال عم متهاوشين عند أراضي متهاوشين من أول الكلام ذا وكان ما في سيارات إلا قريب كان واحد منهم مع سيارة واحد منهم مع سيارة والقرية هذه جنوب الطائف يمكن 150 كيلو 200 كيلو متحاكمين بينهم مشكلة يطلعون من الدير سوا سيارة واحدة ويوقفون في الخط ويتغدون سوا واحد منهم يحلف على الثاني الكرامة ذي ما لها علاقة بالاختلاف يا سلام اختلاف وجهة النظر ويروحون المحكمة وفي المحكمة كلهم يطلب بحقه ويقول اللي عنده ويرجعون ويتغدون سوا مدري ياخذون وجبتهم سوا يرجعون الديرة يحط في بيته ويروح يمكن يحلف عليه بعد العشاء طيب صح لأن ولا خطأ مليون مئة صح هذا الصح حنا بس نسأل الله ان نكون زيهم حنا ما ننزل انفسنا بس نسأل الله ان نكون زيهم والله هذا الصح تفضل المشاكل اللي صارت بين الشخص وبين ناس ما يعرفونه أو مثلاً أخوياه هذه يعني مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ما ترفع أعمالك أعمالك ما ترفع مع عند الله عز وجل فمن بالك إذا صارت المشاكل بينك وبين أقاربك اللي واجب هذه تسمى قطيعة رحم إذا مثلاً صارت مشكلة بيني وبين مثلاً خالي أو عمي تقول ما أزوره بسبب هالمشكلة هذه تسمى قطيعة رحم يعني تسببت المشكلة هذه بذنب أعظم صح صح وإذا صارت المشكلة الطامة الكبيرة صارت مشكلة بيني وبين أبوي ولا أمي هذه عقوق يعني مش. اعظم واعظم ف يعني اقصد اللي هو هذه سبب كل المشاكل طب انا ابغى سؤال وابغى احد منكم يجاوب هل ممكن امك وابوك يخطون عليك ممكن بشر يا طيب وش يعني بعض الناس يوم يجي يقول امي ولا اختي ولا كذا يقول اخطا علي اقول لا تقول لي الخطا ما ابغى اسمع الخطا الخطا رح حاكم رح حاوش رح سو فاصل الخطا احنا ما نقول طيب انا ما ابغى تنازل انا صاحب حق وما ابغى تنازل من قالك تنازل لا تنازل بس لا تخلط الامور مع بعضها صله الرحم شيء وانك ما تخاصم اخيك شيء وحقك شيء اخر ما فيها يعني ما فيها مشكله اصلا انا بسال عندي الحين لو ابشر ابو فهد ابشر لو ابوك وعمك متخاصمين ابوك وعمك متخاصمين تقطع عمك لا بينهم زعل كبير اللي صاير هذا موجود والله تعمد لا اصلا الحقيقه اللي صاير الاغلب الحقيقه ايه لكن مثل قصه راجع اعرف قصه ان اخ واخي متقاطعين واحد منهم يقول لا تقطعون عمكم هم صح. صار لهم يمكن سبع سنوات يقول عمكم لا تقطعونه شفت مع انه هو يا اخي المفروض ينصح نفسه صح طب اوكي انا اذا اخطيت ما اخطي خطا وخطأين وثلاثه يعني في ناس امس اطمروا بس ما اخطا يعني اعترفوا يعني بخطاهم فلا تخطي اكثر من خطا انت تفضل معلش طيب عند عبد الله اوكي تفضل بس هي قصه فيها شيء من الضحك وشيء من سعود بن عبد الله تفضل العذره خلينا نستفيد من بعض في واحد انا وياه تخاصمنا بمجلس الله انا ابغى القصص الحقيقيه بيننا راحت الايام قعدنا يمكن اسبوع ونص انا نسيت وهو نسى
لما صار عليه حادث الوالد الله يرحمه، في ناس أرسلوا رسائل إنه فلان صار عليه حادث دعواتكم. واحد أرسل بدل ما يكتب فهد سعود كتب سعود فهد، على أنه أنا المتوفي اللي إيه صار له حادث. شوف كيف يمكن دقوا على الناس واجد، بس أول مكالمة دق علي الشخص إنك كنت متخاصم، يعني متخاصم معه. إيه وفي ناس ما توقعت إنهم يدقون، لأنه مو مخاصمة يعني، في أشياء قديمة صارت بينه وبينه. أيوة هم اللي دقوا علي. الله هم شافوا رسالة عشان خلاص حسبك إنك ميت. لذلك يا شباب، يمكن اللي أحد يسمعنا أو أنتم، تعبنا ترى من الكلام، تعبنا من التنظير، نبغى عملي. تعرف اثنين متخاصمين إخوان أو بعيدين عن بعض، ارسل الرسالة دي، اصلح بينهم، اكذب، ترى يجوز لك الكذب بينهم. رح ناقل ترى فلان يمدحك، نعم، وتعال هنا ترى فلان مشتاق لك، وترى لين يصطلحون. جميري تفضل. ممكن انا اهتم بكريم واتوقع منه واحبه، بينما لو حصل موقف شيء يمكن يظهر لي مكي يسوي شيء ما تصورته، وانا ما كنت مهتم فيه ولا كنت بالعربي نقول محترم زيادة. انا رسلت حطيت في تويتر مرة قدي، اول ما فتحت تويتر كان عندي 20 واحد، نزلت تغريدة وناس اخذوا التغريده دي ورسلوها رساله، كتبت انتقل رحمه الله فراغ راجح ما ادري ايش، لنهايه لو حصل هذا الموضوع يعني تعرفون الحركه هذه، فهمتوا؟ زي المقلب. مو مقلب، لا لا، لان يوم من الايام سوف تصل هذه الرساله. تخيل غردت عصر بدي مغرب، رحت جيت جوالي تقدر لندن، اول شيء ابوي دق علي اعطاني من الكلام الطيب كله، هذا هو حاجه. الحاجه الثانيه دق علي واحد، والله شباب انا في جوالي يمكن وقتها كان 1150 رقم الى هذه اللي اذكرها، والله ان في ناس كنت اتصور لو فعلا صارت ان يتصل، لان كان فيها حركه كانها صدق، قلت الجوال الحين ما بسكت منهم، والله ان دق علي واحد له عندي تقريبا 4-5 سنوات ما تواصلت معه، واحد معرفه بس وصلت الرساله ودور دق علي الو، قلت له اعطاني كلمه حلوه، قال الله لا ما ادري ايه ما يحتاج، انت صاحي انت مجنون الحين راح امسحها الله لا يبارك فيك اللي فيك. قلت له ايش فيك؟ هذه بس عشان عظه. قال عظه روعتنا. بعدها بديت احس بحساباتي ان الاشخاص اللي تعرفهم ممكن يغدرون باهتمام شوي. يا سلام، لانكم انتم اصلا متخاصمين على الدنيا، فش تسوي انت؟ تعيش بالخيال، الغى الدنيا، خلى الموت يجي، وتعرف ان مهما كان السبب يكون سبب تافه. نقطتين قبل ما نختم، اول حاجه يا جماعه الدنيا ما تسوى، مهما حصل الدنيا ما تسوى. ثاني حاجه، لا سمح الله صار طلاق بين ابوك وامك، انت الولد قاعد اتكلم عليك وانت البنت، لا سمح الله صار طلاق بين ابوك وامك، انتبه في يوم من الايام تنسى لا ابوك ولا امك، واصلهم حتى لو منقطعين، واصل ابوك واصل ابوك ولو هم والدنيا ما تسوى. الله قصه يا شباب، قصه سريعه، قصه سريعه. في واحد جالس هو عياله امه واخوه ما ينجب، اخوه ما ينجب، فموليح على عيالهم مونه عليهم يضربهم. المهم جاء واحد طال عمرك وتهاوى شويه عمه وجاي لعن هذا ودي اسوي به وافعل، قام اكبر العيال قال انا افزعك الحين، شلون يمددح علينا هالشايب اللي فيه ما فيه؟ هو قام يوم سمعوا الشايب وراه ابوهم ويقوم قال ها بسم الله وياخذ سلاح معه، قال وين يبا؟ قال والله انت قمت هداد، انك تفزع على اخوك وانا والله ودي افزع على اخوي. شوف شلون ادب ما يصير معه ويرجع، شوف شلون ادبه مهاوشه بس ادبه بالفعل. انا صار بين ابوي وعمي الكبير خلاف بسيط يعني. الخلاف ما عاد زرت عنه مع انه قريب مني في الخير، قريب مني، مرض عمي.